السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نجبد معكم هاد الفطائر اللي كتجي مالحة وبالخضر، كيجيو دغيا دغيا، كنطيبوهم في المقلة وكيجيو رطبين وخفاف. وهذه حيلة لوليداتنا باش ياكلوا الخضرة في هاد الفطائر، هادي كيجيوهم بنان، كيعجبوا الوليدات بزاف. بالنسبه للوليدات اللي ما تياكلوش الخضره، فهذه طريقه او حيله باش ناكلوا وليداتنا الخضره وياكلوا حاجه صحيه دائما، خصوصا الا زدناها واحد شويه ديال الزويته بلديه فكتجي جديده بزاف. وبلا ما نزيد نطول عليكم غادي نبداو ان شاء الله في الوصفه، ولكن قبل ما تنساوش تدعموني بلايكاتكم، واللي مازال ما اشترك في القناه اشترك وفعلوا الزر ديال الجرس، وما تنساونيش كذلك تعليقاتكم فهي كتهمني بزاف، كنبغي ارائكم نسمعها. وهكا غادي نبداو على بركه الله. وبسم الله، اول حاجه غادي نحتاجها هي جوج بيضات، يكونوا متوسطين في الحجم او الكبار بحال، وغادي نحتاجو كذلك التوابل. عندي معلقه صغيره الملحه، شويه ديال البزر، ومعلقه صغيره ديال الخميره، وغادي نزيد عليهم صلصه الصوجا او لاصوص صويا. غادي ندير نص معلقه كبيره، وغادي نبدا نخلط هاد المكونات ديالي، البيض مع التوابل والخميره وصوص صويا. وفي هاد المرحلة هادي ممكن أنكم تضيفوا بودرة الثوم أو بودرة البصل إذا كتوفروا عليها. ودابا غادي نزيد، عندي كاس ديال الحليب دافي، غادي نزيدو على هاد الخليط هذا الكاس عبر بالكاس اللي بغيتو نتوما، كاس العنبة أو كاس الشاي اللي بغيتو، ولكن غادي نبقاو نعبرو دائما بنفس الكاس. وهنا عندي كاس لا ربع كتشوفو ما عامرش ديال الماء، كذلك تيكون الماء دافي. وغادي نخلط هاد المكونات هادي ديالي مزيان حتى نشوف بان الخميره دابت والبيض كذلك انسجم ليا مع الخليط مزيان بهذه الطريقه هادي. صافي دابا غادي نبدا نزيد في الدقيق، غادي ندير الكاس الاولاني. هاد الكميه اللي عندي غادي تهز ليا جوج كيسان ديال الدقيق بالضبط، الا التزمتوا بالكميه بالضبط اللي وريتكم ديال السوائل غادي يجيكم القوام ديال الخليط ناجح وكتجيكم الكميه مضبوطه. صافي انا دخلت الكاس الثاني ديال الدقيق، وغادي نخلط مزيان هاد الخليط ديالي حتى ينسجم ليا مزيان وما تيكونوش فيه شي تكتلات اولا حبيبات ديال الدقيق. دائما كنحاول انني نخلط مزيان باش يجيني القوام ديال الخليط ديالي منسجم. انا صافي هنايا كملت من التخلاط، غادي نغطي الخليط ديالي ونخليه يرتاح حتى يخمر ليا واحد شويه. وبالنسبه للخضروات اللي غادي نستعمل، انا هنا عندي الفلافل، عندي الخضراء والحمراء والصفراء، قطعتهم مربعات صغيره، وعندي كذلك واحد البصله اللي هي كبيره شلطها بنفس الطريقه، وعندي هاد الخضره اللي هي مميزه اللي غادي ندخلو في هاد الفطائر ديالنا اللي هي الكرومب اولا الشيفلور اولا الشوفله، كل واحده شنو كيسميها. انا سلقتها واحد نص سلقه وقطعتها طريفات صغار بهذا الشكل هذا. انا غادي ندير هاد الخطوه هادي اللي كتعطي واحد اللذه لهاد الخضروات هادي قبل ما نضيفوها على الخليط ديالنا. انا غادي نشحر هاد الخضره كلها، غادي ندير الفلافل ديالي وندير البصله وكذلك الشوفله، غادي نزيد هاد الخضروات ديالي كلها. ممكن تضيفوا اي خضره اخرى كتعجبكم، وغادي نشحروا كلشي في شويه ديال الزيت. ممكن انكم تزيدوا التوابل على هاد الخضره هادي، تزيدوا واحد شويه ديال الملحه والبزار والتوابل اللي بغيتو نتوما. وهنا كي تشوفوا انا درت واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، وغادي نشحر كلشي ونحطو حتى يبرد واحد شويه، ما غاديش نديروه طبيعه الحال سخون فوق الخليط الاولاني ديالنا. وبالنسبه للخميره بغيت نذكركم ما تكثروش من الكميه ديال الخميره باش ما تجيكمش ريحه الخميره في هاد الفطائر هذه ما كتجيش فيها زوينه. كي شفتوا انا راه درت معلقه صغيره ديال الخميره،
وكنصحكم انكم ما تكثروهاش بزاف. صافي انا هنايا غادي نخلط الخضروات مع الخليط حتى ينسجموا ليا مزيان، وغادي ندوز مباشره نطيب الفطائر ديالي. هنا عندي مقله دفيتها واحد شويه ما تخوناش بزاف، غادي ندهنها بالزيت واحده كميه قليله ديال الزيت، وغادي نبدا نفرغ في الخليط ديالي بهذا الشكل هذا. انتم الحجم ديال الفطائر انتم كتحكموا فيهم، بغيتوهم صغار او لا كبار الاختيار كيرجع لكم. انا هنايا درتهم بهذا القياس هذا متوسط على حسب القياس ديال المقله ديالي، وانتم كتحكموا كي قلت لكم في الحجم اللي بغيتوا. غادي نحاول نقادها في الشكل ديالها ونخليها طيب من التحت حتى تبدا تحمر لي واحد شويه، كتبدا كتنشف وغادي نقلبها. ودائما العافيه كتكون متوسطه، ما كنديروش عافيه مجهده باش ما يتحرقوش لينا وما يطيبوش من الداخل، نديرو عافيه متوسطه باش يجيونا طايبين على برا ومن الداخل. صافي انا هنا قلبتها على الوجه الثاني، وغادي نتسنى حتى هو يتحمر واحد شويه، ولكن غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت كنضيفها هكا من الجناب باش كتحمر ليا الطبقه اولا الوجه الثاني كذلك بنفس الشكل. وممكن انكم ترشوها بالزيت من الفوق قبل ما تقلبوها، كتجي كذلك طريقه سهله. وصافي انا هكا غادي نستمر نقلب الفطيره ديالي على الوجهين حتى يبان ليا اللون ديال التحمر اللي بغيت، وصافي غادي نكمل بنفس الطريقه الكميه اللي عندي كلها ديال الفطائر، وان شاء الله نتلاقاو ونشوفوا هاد الفطائر ديالنا بالشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا من بعد ما وجدوا، كيجيو بهذا الشكل هذا، كيجيو رطبين بزاف وخفاف، وكيجيو لذاد وبالنسبه للوليدات فكيعجبهم بزاف. ممكن توجدوهم في الفطور اولا في العشيه كي قلت لكم، اولا في اي وجبه، مغذيين بزاف وصحيين. كنتمنى انكم تجربوهم. هذه هي الوصفه ديالي اليوم، فطائر في المقله بالخضر، كيجيو خفاف. وبالنسبه للخضره الا شحرتوها فكتعطي مذاق افضل، كتجي احسن من الا كانت الخضره ما طيباش. وانا هنايا راه قدمتهم لكم مع زيت الزيتون اللي كتوال معاهم بزاف، جربوهم بهذه الطريقه هذه. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم كيف العاده. ما تنساونيش من لايكاتكم، دعموا القناه وشجعوها باشتراكاتكم وتفعيل الجرس، ودائما ما تنساونيش من تعليقكم. خليتكم في امان الله. هذه هي الوصفه ديالي اليوم، الى وصفه جديده ان شاء الله وحلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.